الشهادة موجودة داخل متحف المقتنيات. دي شهادة ايه؟ هنا كان مقدم هي خطه وهي كان مقدم اجازة. دي شهادة من العالم الراحل احمد زويل الى رئيس قسم الكيمياء في كلية علوم عام 1974 بخط اليد، خط العالم احمد زويل، لاجازة رسمية مكتوب فيها لقد انتهيت من دراسة الدكتوراه، وموجود فيها عنوان رسالة الدكتوراه، وأنا الآن أعمل في فترة التدريب العملي تحت منحة من منظمة الطاقة الذرية الأمريكية جامعة بريكلي بكاليفورنيا، لذلك أطلب من سيادتكم من منحي لمدة سنة حيث يمكنني الاستفادة من البحث الذي أقوم به وملحق خطاب من رئيس البحث الذي أعمل معه وتوقيع أحمد زويل وكافة البيانات. أجازة بدون مرتب، لمنحه سنة أجازة بدون مرتب.